مستر فيريرا اعلن القائمه بتاعه مباراه الغد، طبعا نستعرضها مع حضرتك. طبعا محمد عواد، محمد صبحي في حراس المرمى، في الدفاع عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، متيب حمزه المثلوثي، ومحمد عبد الشافي. في الوسط محمد اشرف روقه، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، امام عاشور، سيد عبد الله نيمار، سيف جعفر، شيكابالا، احمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي، سامسون اكينولا، وسيف الدين الجزيري، ويوسف اسامه نبيه في الهجوم. وبيغيب عن قائمه الغد طبعا الونش وابراهيم نضاي للاصابه، احمد فتوح وعبد الله جمعه، محمد طارق ويوسف حسن وحسام اشرف باستبعاد بقرار من الجهاز الفني لعدم الجاهزيه. قائمه اعتقد يعني الحمد لله يعني القائمه كامله، كل الخطوط ما شاء الله لاعب وبديل بدل كل واحد كل خط يعني في اثنين بدلاء بره على نفس المستوى. فاي تشكيل يختاره مستر فيريرا ان شاء الله باذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه ويقدروا ان هم يفرحونا، يقدروا ان هم يحققوا دورهم بكره في المباراه باذن الله. لكن راي حضرتك الفني طبعا في الاختيارات، و يعني مستر فيريرا هيفكر ازاي بكره في هذا القائمه يعني اللي اختار منها افضل تشكيل ممكن يتعامل بيه مع مباراه في هذه الظروف. بص يا كريم، هو طبعا اقرب واحد للفريق مستر فيريرا اكيد، فعارف مين ادى معاه الاسبوع دوت تدريبه كويسه، عارف مين جاهز، عارف مين يقدر ينفذ له اللي في دماغه. نعم، فاختار المجموعه ديت اللي تقدر تنفذ اللي في دماغها، لان مستر فيريرا يعلم ان هذه المباراه من اقوى المباريات في الدوري العربي والافريقي. نعم صح، نعم اكيد، فعارف قد ايه قيمه النادي الاهلي، فعشان كده اختار المجموعه اللي تقدر تلعب هذه المباراه في الماتش دوت. اي واحد من اللي اختارهم كلهم يقدر يؤدي اي وقت. نعم، انا ليه بختار دولت؟ عشان 11 يلعبوا، ولو حصل اي حاجه في اي مركز التاني يكون جاهز 1000%. نعم، يلعب. صح، فبالتالي بيختار احسن لعيبه جاهزين في هذا اليوم لهذه المباراه. فطبعا ما نقدرش نقول اي حاجه على المجموعه. نعم، الناس بتتكلم على الطريقه، هيلعب بطريقه 3-4-3 ولا هيلعب بطريقه 3-3-5-2 ولا بطريقه 4-4-2 ولا 4-3-2 ولا 4-2-3-1. نعم، ولا 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 كامل حريته بقى. يلعب. نعم، باي طريقه. بس هو في حاجه في الكوره يا كريم، احنا لو محضرين اهداف لنادي الزمالك يا ريت نشوفها ان شاء الله. في حاجه في الكوره يا كريم، انت طول ما انت الكوره معاك فانت كده في موقع هجومي. نعم، خسرت الكوره ممكن في لحظه تبقى في موقف دفاعي. نعم، وممكن انت عارف لو انت الكوره مع الحارس المرمى، حارس مرمى المنافس. نعم، انت كده في موقف دفاعي مع انها مع حارس المرمى. نعم، ممكن يشوط شوطه جامده جدا، الارض تاخدها وتزحلقها ويكون الجون متقدم في الجون.